قال كلام بديهي. لا لا، أول نقطة الشرعية الدستورية. أولا هذا الدستور الذي تكلموا عنه قد فصلوه ورقعوا بمقاسات الرئيس علي عبد الله صالح 33 والإصلاح شركاء 33 سنة. لا يوجد دستور في العالم يبيح لشخص يبيح لشخص وعائلته أن يحكم 33 عاما ثم يورثها كالقطيع. غاندي حكم 100 سنة. دقيقة يا أستاذ. اسمع يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله إماما للعالمين في دعوته 23 سنة. 33 سنة لو كان ملك مقرب لسئم الناس منه. لو كان ملك مقرب لسئم الناس منه.